اهلا اهلا، وصفه جديده من وصفاتي معكم مع رز العائله المدعم، وهالمره وصفتنا من اندونيسيا ناسي غورين. يلا مع بعض نبدا. دائما اهم وصفه اقولها لكم انها ابيض من البياض نفسه تبارك الرحمن، وخفيف خفيف خفيف كما الريشه، وحبته بعد الطبخ فعليا ترزك وتبيض وجهك. لاحظوا البياض تبارك الرحمن. عموما تجيني كثير أسئلة، فطار مدعم بالفيتامينات والحديد، يأخذون جزء من الرز يطحنونه مع الفيتامينات ويرجعون مرة ثانية يشكلونه مثل حبة الرز ويرجعونها للكيس. راح نبدأ بسلق الرز فقط بموية حارة وشوية ملح، نضيف شوية الملح والموية المغلية ونخليه تقريبا 3/4 سوا. تركنا الرز ينسلق على جنب، نجينا نحط بالطاوة زيت السمسم عليها مكعبات الدجاج ونستمر بالتقليب. استوى عندي الدجاج وبدأ يتحمر، راح أضيفه وبنفس المقلة يكمل بنفس الطاوة. بعد ما طلعنا الدجاج راح بس أضيف شوية زيت سمسم وعليها شرايح البصل، شرايح الثوم، ونقلبها سوا. بدأ يذبل عندي البصل وتطلع ريحته، راح أضيف شرايح الجزر. بهالوقت الناس اللي يحبون الفلفل الحار يقطعونه كده صغير، شيلوا البذور وضيفوا. على فكرة تقدرون تضيفون أي نوع خضار، لأن أضفت البازلة. ملح وفلفل أسود وبهار مشكل. ونرجع نقول اللي يحبون الحار يضيفون الشطة، بتعطي نكهة جدا لذيذة. آخر إضافة تكون الصويا صوص، ونقلب ونخلي النار هادي. نسلق الرز تقريبا نص استوى، راح أحطه بالصفاية وأغسله موية باردة أساس يوقف استوى. راح أضيف الدجاج مرة ثانية، مكعبات الدجاج راح أضيفها وأستمر بالتقليب. شوفوا تبارك الرحمن، بس انتم الألوان. الآن راح أضيف الرز وأقلبها وأتركها تقريبا، أقلب يعني كل الخليط، أتركها تقريبا 20 دقيقة على نار هادية. نقلب كذا بكل حنية عشان ما نكسر معنا حبة الرز. ولاحظوا تبارك الرحمن الألوان، وشوفوا شلون حبة الرز. عادة مع النوع هذا من الرز يقدم البيض المقلي. هذا شكل الرز تبارك الرحمن بعد 20 دقيقة. شوفوا الرز تبارك الرحمن، شوفوا شلون نثري. خلوني أجيب لكم المغرفة الثانية وشوفوا تبارك الرحمن طول الحبة والريحة خرافة. هي وضحت لكم اللذاذة، الريحة خرافية، الطعم بالرأس من أنواع الرز اللي اعتمدوها وانتم مغمضين.